السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد شاليه مميز، 3 غرف نوم بحديقة خاصة بجوار الأسواق التجارية وشارع 10 والخدمات العامة، وعلى بعد 10 دقايق بالظبط مشي للبحر في قرية أكتوبر شاطئ النخيل بالاسكندرية. نبدأ مع بعض العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاليه متقفل حديد للواجهة بتاعته. عندي هنا دي الجنينة الخاصة بالشاليه، تراك كامل بطول الشاليه. وعندنا هنا دي الفرندا متقفلة حديد بالكامل وشبابيك كلها عليها حديد. شبابيك عليها حديد زيادة أمان. وعندي هنا دي برجولة خشب موجود. عندي هنا شواية ما شاء الله. دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. فراندا كبيرة ما شاء الله، شغل ممتاز وراقي جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نبدأ مع بعض عرضنا. عندي هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، متشطب كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، جيبسون بورد، ألوان هادية وديكورات جميلة. ما شاء الله شغل ممتاز. على شمالنا هنا موجود أول غرفة نوم، شباك عليه حديد متشطبة كويس جدا، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وديكورات جميلة جدا. عندي هنا موجود حافظة أو جزامة. موجود عندنا هنا مطبخ أمريكاني مجهز، مطبخ كبير ما شاء الله. ده مكان للتلاجة، ده مكان للتلاجة. وعندي هنا ده مكان البوتاجاز. المطبخ ده ليه باب بيطل على التراك الكامل اللي هو طول الشاليه. وعندي هنا ريسبشن من زاوية تانية، شغل جميل ومميز ما شاء الله. ندخل مع بعض نبص على غرف النوم. دي طرق التوزيع لغرف النوم. قصادنا هنا على طول موجود الحمام، حمام كبير.
وعندي هنا موجود تاني غرفة نوم، دي الغرفة التانية، شباك على حديد ومتشطبة كويس جدا، تشطيب ممتاز، جبسون بورد. الغرفة دي فيها دولاب حائط الملابس، وعندي هنا الغرفة الثالثة، دي تالت غرفة نوم، متشطبة برضو كويس جدا، تشطيب ممتاز، تشطيب جبسون بورد، ألوان هادية وجميلة، الشباك برضو عليه حديد. والغرفة دي برضو عندي هنا مجهزة بخزائن ملابس، دولاب حائط، نفس الغرفة اللي قبل منها. شغل جميل ومميز ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل، شاليه أرضي بجنينة خاصة، مسجل في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكامل العدادات كهرباء ومياه، واحنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 160 متر، عبارة عن 3 غرف نوم وريسبشن كبير ومطبخ أمريكاني وحمام وطرق توزيع الغرف وفراندة كبيرة وجنينة خاصة أو تراك كامل بطول الشاليه. السعر 340,000 جنيه كاش. السعر بالدولار 22,000 دولار. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية، شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض فوق الممتاز، موقع مميز جدا، بجوار الخدمات العامة والأسواق التجارية، وعلى بعد 10 دقايق بالظبط ماشي للبحر. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية، شاطئ النخيل.